ثورة 30 من يونيو مثلت نموذجاً فريداً في تاريخ الثورات الشعبية، حيث جسدت معاني وقيماً غالية، أهمها قدرة الشعب المصري على تجاوز ما يتعرض له من تحديات، والتي ما كان من الممكن التغلب عليها إلا بوحدته واصطفافه الوطني. خرجت الملايين في 30 من يونيو في مشهد فريد للحفاظ على الوطن، سطرت وأعادت للوطن لحمته وهويته، أنقذته من حكم جماعة إرهابية لم تتوانى يوما عن تدمير مصر واستهداف أمنها ومنشآتها لخلق فوضى تخدم مخططاتهم وأهدافهم للسيطرة على مقدراتها. الثورة منذ اللحظة الأولى رسمت مساراً وانطلاقاً جديدة لمصر نحو البناء والتنمية لتأسيس جمهورية جديدة أساسها الإنسان وقاطرتها البناء والتنمية والتكنولوجيا الحديثة. بالتزامن مع جهود استعادة الأمن والتصدي للجماعات الإرهابية التي تحاول النيل من مقدرات الوطن، انطلقت الشرطة لتحمي المشروعات القومية والتنموية العملاقة التي أصبحت في كل مكان على أرض الوطن لتحقيق النهضة المنشودة. تكاملت جهود وزارة الداخلية مع الجهود التي تبذلها الدولة في البناء والتنمية على مستوى الجمهورية، فتطورت المنشآت الشرطية على الصعيد الإنشائي والمعماري لتواكب النهضة العمرانية والحضارية التي تشهدها البلاد. شهدت الخدمات الأمنية والجماهيرية التي تقدمها وزارة الداخلية تطوراً كبيراً مع التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتقدم بشكل حضاري وميسر يلبي تطلعات المواطنين في الجمهورية الجديدة، مراعية في ذلك حقوق الإنسان. كان العنصر البشري على رأس منظومة التطوير لرفع قدراته لأداء المهام الأمنية والخدمية بصورة احترافية. امتدت يد التطوير إلى السجون، حيث تم هدم السجون التقليدية التي تقادمت بنيتها وأدواتها، وأنشئت مراكز الإصلاح والتأهيل كبديل لها، وهو ما جاء تتويجا لجهود الدولة المصرية في إحداث نقلة نوعية في المنظومة العقابية تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية. وحققت وزارة الداخلية بمبادراتها الاجتماعية ما تصبو إليه من تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين
بتوفير احتياجاته بأسعار مخفضة ومساندته في كل المناسبات من خلال مبادرة كلنا واحد التي انطلقت في كل ربوع الوطن ومحافظاته. المبادرة وتحت مسمى جيل جديد شملت المناطق الحضرية الجديدة التي أنشأتها الدولة كبديل للمناطق العشوائية، واستهدفت وزارة الداخلية بها تطوير قدرات شباب وطلائع هذه المناطق الثقافية والعلمية وترسيخ روح الولاء والانتماء لديهم. هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا مناخ الأمن والاستقرار الذي تتمتع به مصر وإرادة شعبها العظيم وتكاتفه مع قيادته السياسية رغم التحديات الدولية والإقليمية التي فرضتها المتغيرات العالمية، لتبقى ثورة 30 من يونيو علامة فارقة في التاريخ المصري الحديث. انتقلت معها مصر إلى نهضة شاملة في مختلف مجالات الحياة، وبعثت الأمل في غد أفضل يضمن الحياة الكريمة لكل مواطن ويحفظ الحق في التنمية للأجيال القادمة، وتؤكد على أصالة وصلابة الشعب المصري وقدرته على البناء ومواصلة العمل ليسطر مزيدا من الإنجازات لنهضة الوطن ورفعته.